أخبار الخامسة من الجزائرية الثالثة الإخبارية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام والمستهل من العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى أوراق اعتماد سفراء دول صديقة لدى الجزائر. أزيد من 637 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا عبر الوطن وسط إجراءات تنظيمية وصحية استثنائية. والوزير الأول يعطي إشارة الانطلاق من عنابة ويؤكد أن الدولة وفرت كل الشروط لإنجاح الامتحانات. الوزير الأول يثمن جهود عمال مركبي الحجار بعنابة ويؤكد ضرورة رد الاعتبار للمؤسسات الاقتصادية والإطارات، ويدعو إلى التوجه نحو صناعة السيارات والصناعات التحويلية خلال زيارته إلى المركب. وفي المشهد الثقافي، الفن التشكيلي وعالم المكفوفين وجه آخر للإبداع الفني المتميز. بداية، انتظم صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية حفل تلقى أثناءه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تلقى أوراق اعتماد سفراء الدول الصديقة لدى الجزائر، حيث تلقى رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى الجزائر السيد أمارو سادو. أنا سعيد باستقبالي من طرف السيد الرئيس عبد المجيد تبون الذي أكد لي استعداد الجزائر لمرافقة بلدي وكذا مرافقة كل دول الساحل في مواجهتها لآفة الإرهاب. وفي المجال الاقتصادي تم وضع وكالة للتعاون الاقتصادي والتي ستشكل أرضية لتسهيل المبادلات التجارية بين بلدينا. أنتهز هذه الفرصة لأنقل شكر الشعب البوركينابي للشعب الجزائري الشقيق لمرافقة بلدي في كل التحديات التي واجهتنا، سواء على المستوى الإقليمي أو التحديات الأمنية التي تشهدها دول الساحل. كما تلقى رئيس الجمهورية تلقى أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الجزائر السيد ساهي ألفونس فوهو. إنه لفخر كبير لبلد كوت ديفوار وشرف لي كدبلوماسي لاستقبالي من طرف الرئيس عبد المجيد تبون. المهمة السامية التي أوكلها لي الرئيس حسن وطرة في هذا البلد الكبير والجميل ستعزز أواصر الصداقة والتعاون الذي يجمع بلدينا منذ أمد بعيد. الرئيس عبد المجيد تبون أكد لي دعم الجزائر لإنجاح مهمتي. أحيي الشعب الجزائري وأقدم له خالص تشكراتي وأدعو المؤسسات ورجال الأعمال الجزائريين إلى الاستثمار في شتى المجالات المتاحة في بلدي. رئيس الجمهورية تلقى أيضا أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية البرتغال لدى الجزائر السيد لويز مانويل دي ماغاليس دي ألبوكيرك. بين الجزائر والبرتغال علاقات تاريخية متينة سياسيا واقتصاديا، وأنا أسعى لترقية هذه العلاقات الثنائية. وأنا هنا أحمل دعوة من الرئيس البرتغالي إلى الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون لزيارة البرتغال.
رئيس الجمهورية تلقى كذلك أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى الجزائر السيد جاكوب جيديون كينغ. وقد جرى حفل تقديم أوراق الاعتماد بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية، اللذين حضر أيضا استقبال رئيس الجمهورية تباعا لهؤلاء السفراء الجدد. تحادثنا مع السيد الرئيس حول المسائل التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدينا، وقد حان الوقت للدول الإفريقية للنهوض بالتعاون الإفريقي على مستوى القارة، ونحن نعمل على تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة والأعمال، كما لدينا عدد كبير من الطلبة الذين يدرسون بالجزائر في مختلف التخصصات التي تشكل إضافة نوعية لاقتصادنا، وهنا أدعو رجال الأعمال الجزائريين للاستثمار ببلادنا. شرع اليوم مزيد من 637 ألف مترشح في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020 عبر كل ولايات الوطن. هذا وأعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد من ولاية عنابة أعطى إشارة انطلاق الامتحانات، مؤكدا أنها تجري هذه السنة في حالة وبائية خاصة ولا بد من توعية الأولياء والتلاميذ، مضيفا أنه متفائل بأن العملية تجري في ظروف تنظيمية محكمة. من عنابة حسن مطلع. من متوسطة الشهيد شيب العربي أعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا والتي تجري كما قال في ظروف صحية خاصة في ظل جائحة كورونا، مبرزا الإمكانيات التي وفرتها الدولة لهذا الموعد الوطني الهام. نظن بلي الظروف راكم تعرفوا تاع الوباء، ولكن الحمد لله أنا شفت بلي أخذوا كل الاحتياطات باش حماية الصحة نتاعكم، وأنا جيت يعني قصدت عنابة وإن شاء الله الأمور تفوت يعني بأحسن الظروف. من الناحية النفسية ما تقلقوش، الامتحان هذا تاع البكالوريا و 50% من الناحية المعنوية، تكون عندكم كثير من المعلومات بصح كيعود واحد المعنوية نتقلق نو، خاصة أنا جيتكم اليوم لازم تكونوا مطمئنين. إن شاء الله بربي إن شاء الله تنجحوا. هو قال لك يوم الامتحان يكرم المرء ما كملهاش، ستكرمون إن شاء الله وتنجحوا، والتجربة هذه تتذكروا كي تكبروا تقولوا في عام الكورونا فوتنا الباك. إذن بالتوفيق إن شاء الله، والأساتذة هم لهنا يعملوا بارك الله فيكم. فك تعرفي باللي كاين حالة خاصة في هذا الوباء هذا نتاع كورونا، ونظن باللي يعني وفرتوا الشروط بارك الله فيكم. من ناحية البيداغوجية أنا متأكد باللي عندكم تجربة في هذا المجال، لكن من ناحية صحية الحمد لله يعني الدولة وفرت كل ما لازم عليها من واجب باش تحمي صحة، لكن لازم توعية ثانية، لازم نتكلموا مع التلاميذ ونظن واعيين، الأولياء واعيين والتلاميذ واعيين، وإن شاء الله ستتم في ظروف حسنة وتفوت البكالوريا، وإن شاء الله ينجحوا اللي يعملوا إن شاء الله. لا يعني أنا متفائل يعني في الحقيقة، لأنه عملية وطنية كبيرة، ويعني احنا تابعنا بكل المراحل، وحتى السيد رئيس الجمهورية كان يتبع هذه العملية منذ البداية، وسيد وزير التربية كذلك، وعائلة التربية بارك الله فيهم من أساتذة ومن أعوان ومن إن شاء الله تمر بخير إن شاء الله. أنا متفائل جدا، ومجيء إلى عنابة هو كذلك اخترنا عنابة لأن عنابة لها تقاليد ولها مجال في المجال التربوي في المجال العلمي، والانطلاقة هذه هي انطلاقة وطنية إن شاء الله. الله يسلمك بارك الله فيكم. من جهته وزير التربية الوطنية محمد أجعوط أكد على المرافقة البيداغوجية والصحية للتلاميذ وعن جاهزية الوزارة لهذه الشهادة. بالنسبة لأيام الامتحان، خلال أيام الامتحان قبيل الامتحان سواء في فترة الصباح أو فترة المساء، فيتم أيضا مرافقة تلامذتنا نفسيا. إذن كما تلاحظون فهذه العمليات المتكاملة هي التي
تضمن إن شاء الله، ونأمل إن شاء الله أن تجعل من نفسية تلامذتنا تكون معنويات مرتفعة إن شاء الله. بدورهم عبر التلاميذ عن ارتياحهم للظروف التي يجرى فيها هذا الامتحان. والبكالوريا امتحان عادي يعني، ما يقلقوش رواحيهم، وإن شاء الله يوفقنا ربي ويجي ساهم. قبل لحظات نقول لهم ما يخافوش ما يسريسيوش، إن شاء الله كل شيء عادي تربيان. احنا نديروا اللي علينا والعمل على ربي، وإن شاء الله فيها خير، إن شاء الله كل نجحين بإذن الله. للإشارة أن ولاية عنابة سجلت أكثر من 12 ألف مترشح لهذه الشهادة. في زيارة عمل وتفقد قادته اليوم إلى مركبية الحجر بعنابة، أعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد أعطى إشارة هدم فرن قديم واستغلال المساحة المسترجعة للمنشآت العمومية للدولة. الوزير الأول ثمن جهود المركب داعيا إلى التوجه نحو الصناعات الأخرى كصناعة السيارات وكذا الصناعات التحويلية، وضرورة رد الاعتبار للمؤسسات الاقتصادية والعمال والإطارات والتخلص من البيروقراطية. وخلال لقائه نقابة العمال أكد السيد عبد العزيز جراد أن الدولة مدركة لحقوق العمال، لكن يجب أن تتماشى هذه الحقوق مع ظروف المركب. يقول رامي عمر، 60 مليون دولار هو الرقم الذي حققه مجمع الحجار للحديد والصلب من عمليات التصدير للسوق الدولية العام الفارط، بالرغم من حالة التوقف التقنية التي عرفها. وعليه سيعرف هذا المجمع مخططا لتطويره. عرض على الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يهدف إلى الرفع من طاقته الإنتاجية إلى 1.3 مليون طن سنويا في آفاق 2024، واعتماد أنظمة طاقوية ناجعة خافضة للتكلفة، وبالتالي رفع نوعية المنتوج والتنافسية في سوق الحديد عالميا. احنا اليوم العالم تغير تماما، المشاريع اللي كانت في السبعينات ليست هي مشاريع راح تكون في 2020 و2021 لا غير ذلك. إذا لازمنا نتأقلم مع الواقع، لازم ننطلق من الواقعية، ما هو ممكن بالنسبة لنا وماذا يمكن أن نقوم به في المستقبل في مجال الصناعة. هناك مجالات كبيرة في الصناعة في الجزائر، هناك صناعة السيارة، هناك صناعة الحديد والصلب، هناك صناعة البترولية طبعا إلى آخره، لكن احنا درك لازمنا نركزوا على كذلك صناعة اللي ممكن الجزائر تغطي بها الحاجيات نتاع الوطن وكذلك تنافس بها المنتوجات نتاع الخارج. هذا هو إذا كان محور مهم، هي الصناعة الصغيرة والمتوسطة. لازم نطور الإمكانيات مثلا نتاع الحجار في الحديد والصلب، هل هذه الإمكانيات لازم نوجهها إلى الصناعة نتاع بعض الآليات نتاع السيارات مثلا؟ في أول خطوة ضمن هذه النظرة الجديدة أعطى الوزير الأول إشارة الانطلاق لتفكيك وهدم الفرن العالي رقم 1 الذي سيشغل مساحته فرن آخر أكثر حداثة في غضون 18 شهرا. شوفوا باللي هذه الأشياء هذه كلها راح نحيوها ونستعملوها في مشاريع صناعية جديدة إن شاء الله، نتحكم فيها تكنولوجيا وتعطي الفرصة للإطارات نتاعنا والعمال نتاعنا باش يخدموا، والشباب اللي يخرج من الجامعة باش يلقى مناصب شغل إن شاء الله. وحدة الذرفلة على الساخن أحد أهم وحدات مجمع الحجار دخلت الإنتاج عام 73900 تشكو قدم وسائل الإنتاج. وهنا أكد الوزير الأول أنه اليوم أصبح تطوير نظم التسيير حتمية، وأن المؤسسات بهذا الحجم تستدعي أن تتحلى بنظرة استراتيجية استثمارية تكون دعما للبلاد عوض الاتكال واللجوء إلى دعم الدولة أو خبراتها على جانب. احنا نعاونوا باش نهيئوا الامكانيات والوسائل والسبل باش المؤسسه هذه نساعدوها في النصوص، مثلا نقلصوا من البيروقراطيه، ندعموا الاستثمار الى غير ذلك. ومن بعد المؤسسه هي كل شيء. نهار نفهموا بلي المؤسسه هي المركز نتاع التنميه ونتاع الاقتصاد ننجحوا ان شاء الله. لونتربريز ناسيونال كيل سوا بريفي او بوبليك لازم هي اللي تعود قادره باش تنشط الاقتصاد، وهي اللي تجيب الثروات، المؤسسه هي اللي تجيب الثروات.
وبالمناسبة كشف الوزير الأول عن عزم الدولة إلى خلق مصانع هامة لتثمين موارد البلاد عبر إعطاء الأولوية لاستثمار الفوسفات، البريد والزنك. ولدى نزوله ضيفا على إذاعة عنبة الجهوية أكد الوزير الأول أن الوضعية الوبائية في الجزائر في تحسن مستمر رامعة مرة ثانية. إذاعة عنبة فتحت أثيرها على حصة خاصة استضافت فيها الوزير الأول عبد العزيز جراد، كشف من خلالها أن البروتوكول الصحي المعتمد في الامتحانات أثبت مؤشرات إيجابية، غير أن إطلاق الموسم الدراسي يحتاج إلى قرار مؤسس علميا. قمنا في شهادة امتحان المتوسط بإجراءات الحمد لله كانت يعني لم نشاهد أي إشكال فيما يخص الوباء. التلاميذ كانوا يعني صحتهم سليمة والأساتذة والمسؤولين على هذا الامتحان، وكانت تجربة بالنسبة لنا باش في البكالوريا كذلك. احنا عندما نشوفوا ونعود عندنا أدلة علمية، ولا بالك بلي كان لجنة علمية على مستوى وزارة الصحة، ناس خبراء كبار أساتذة كبار فيديروا دراسة علمية، عندما نشوف باللي كل الشروط تتوفر نفتح. ماشي قضية سهلة. إذا هاك شفت البكالوريا فقط وش طلبت لنا من عمل ومن إمكانيات ليل ونهار. الوزير الأول وعبر الأثير وجه رسالة مباشرة إلى الشباب العنابي بلغة اقتصادية تحثهم على الاستثمار في مؤهلات عنابة الزراعية بتوجه صناعي. منطقة عنابة فيها مثلا الصناعة على اساس الفلاحه والزراعه، يعني عندكم لهنا مثلا منتوج الطماطم، منتوج العنب، منتوج الحوامض الى غير ذلك، فلازم لها مصانع صغيره، وهذه ما تطلبش يعني استثمارات كبيره كما الحجار او كما السكيكدا ولا هذه المصانع. هذا نشجعوا احنا المستثمرين الجزائريين، قال حقيقي المستثمر الوطني اللي حب يخدم وحب ما حبش الربح السهل والهروب من ضرائب الى غير ذلك بالتحايل. احنا هذا النوع من المستثمرين هذا نشجعوهم، قال تفضل الدوله تعطيك امكانيات، تعطيك قروض، تعطيك كذا، ولكن اعمل. ولان الدستور يشكل اليوم محور نقاش وطني نال خلال هذه الحصه قسطه من الاهتمام. كان إرادة سياسية حقيقية عند السيد رئيس الجمهورية باش يغير المنطق اللي كان موجود، اللي كان سائد وضر البلاد كثير، خاصة السنوات الأخيرة هذه. إذن إن شاء الله لازم نتبنى ونفهم ما هو المحتوى نتاع هذه الإصلاحات هذه الجذرية، وأن المواطن يكون مجند، لأن في الآخر المطاف هو السيد بانتخابه وبرضائه على هذا النص يدعم هذا المسار هذا، وإن شاء الله نكون يعني خرجنا من مرحلة معينة وتطبيق الحقيقي لكل هذه النصوص في الميدان. عبد العزيز جراد ذكر بالمناسبة على أهمية دور الإعلام في عرض مشروع تعديل الدستور على المواطن بالتفصيل ابتداء من 16 من هذا الشهر. نعود إلى أجواء امتحانات البكالوريا بثانوية محمد شويطر بالعاصمة. انطلقت الامتحانات هذا الصباح وسط احترام صارم للتدابير الوقائية، تقول ملكة خليفة. رافقوهم وقرروا انتظارهم حتى نهاية الامتحان. التوتر والقلق رسم على ملامح أولياء التلاميذ الذين يجتازون اليوم الأول من هذا الامتحان المصيري. عندي الأولى اللي حجي بالباك، هذه هي في بناتي نشعي بالاك تعرفي سيبو خصالي بنادي مراو مقلق، راني مقلقة بزاف يعني الملاحظ انه راي قريب 8:30 مازالني واقفة امام الثانوية. ان شاء الله الجماعي ان شاء الله يربي يوفقهم، ان شاء الله ربي يكون على وتر حتاهما. قبل الالتحاق بمقاعدهم التلاميذ مجبرون على المرور بمراحل وقائية بسبب جائحة كورونا وبعض الترتيبات لتفادي الغش. وعن نفسيتهم يقولون ما كونسنتريتش بزاف، صح درت مش قدرت. شكون عندكم روطو طويل على جال كورونا؟
ايه كومان بصح كنت شتي فاتيغي انا تما شويه استرا شويه نورمال سي سي ان اكزامون دو فال باسي سي تو بيان سور نخافو شويه واش كنت تبدي ان شاء الله نجيبها دابا حراني واجد اليوم وان شاء الله نفرحوا والدينا داروا كاع لي ديسبوزيتيف نيسيسير تما استقبلونا بيان والله صحيح أن شهادة البكالوريا هذا العام جاءت استثنائية بسبب الجائحة لكن التلاميذ عازمون على افتكاك النجاح ومن ثانوية التدويد العربي بالبليدة رصد لنا زميل محمد ياسين النقاش أجواء اليوم الأول من الامتحان أول ما يستوقفك عند دخولك لمركز الامتحان هذا إشارة توجيهية ممرات خاصة جهاز قياس حرارة ومعقم كحولي هو إجراء تنظيمي للبروتوكول الصحي المعمول به في كل المراكز ولكن رغم هذا تبقى أجواء البكالوريا خاصة من التقاء المترشحين والدردشة فيما بينهم أهم ما يميز الساعات الأولى من شهادة البكالوريا عندي هذا بريمي فوا راني نشوف فيهم اللي دينا فاكونس كنا نتلاقاو في ليكور بصح التباعد كذا ماشي مولفين حنايا قلق وتوتر عند البعض وثقة وتركيز عند البعض الآخر من المترشحين جوغ شويه كاين لا بريسيون تخاف باينه باسكو لا بروميير فوا هي على كل حال كان شويه خوف قبل ليكزامان ماك شغل من بعد هضره تاع الناس تقول لك باللي ما باك ما كان والو باتريفيزو كتعرف روحك دير كونفيونس في روحك تقدر تجاوب لا راني واجد الحمد لله التعامل البسيكولوجي والنفسي هو ما يركز عليه الاساتذه المؤطرون لتخفيف الضغط على المترشحين تعلمون ان هذا العام هو عام فيه الوباء سنتعامل مع التلاميذ تعاملا نفسيا تعاملا حتى اخويا تعاملا ابويا حتى ان شاء الله نكمل هذه الايام ان شاء الله في احسن الظروف احنا في الولايه لدينا عدد المترشحين 18,929 تلميذ موزعين على 52 مركز منهم مركز خاص بنزلاء يعني المؤسسه العقابيه فيه 68 مترشح ويأطرهم 4500 مؤطر إذن ستكون هذه الأيام حاسمة بالنسبة للمترشحين لإكمال مسارهم الدراسي والأكاديمي لكن قبل ذلك وجب العمل والتركيز العالي فبالتوفيق للجميع وفي وهران أيضا أعطيت إشارة الانطلاق لإجراء امتحانات البكالوريا في أجواء محكمة التنظيم أما بثانوية الشهيد سعيد بومعرف ببلدية ابن حميدان بقسنطينة امتحن المترشحون في أول يوم وسط التزام صارم بالبروتوكول الصحي وظروف تنظيمية تضمن السير الحسن للامتحانات من قسنطينة زكريا تهامي في ظروف حسنة ووسط التقيد بإجراءات السلامة والوقاية انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة البكالوريا بولاية قسنطينة حيث وفرت السلطات الوصية كل الظروف اللازمة لضمان الجو الملائم للتلميذ وخاصة سكان مناطق الظل 18,666 مترشح من بينهم 6,200 مترشح حر و64 مركز إجراء من بين مراكز الإجراء 20 مركز إجراء للمترشحين الأحرار كما لاحظتم احترام كل البروتوكول الصحي منذ مجيء التلميذ إلى المؤسسة إلى القسم أثناء أداء الامتحان وخروجه خدينا على عاتق الولاية باش نوفر الإطعام لكل التلاميذ الذين يأتون من المناطق المختلفة تفاؤل كبير وسط التلاميذ لاجتياز هذه المرحلة وارتياح للبروتوكول الصحي المتخذ نعم لقينا معايير سلامة متوفرة في الثانوية أمام العمال معاملة حملة طيفة وحنينة معنا بعد ما كنتش متوقعة خلاص بلي نلقى الباك هكا لقيتو الحمد لله على حسب الدخلة راني كيما حبيتو أنا مام كي دخلنا في 23 أوت كانت جميع الظروف متوفرة كانوا أساتذة معانا المدير الموظفين لو بكلمة
والحمد لله كانت الوسائل متوفرة. فكل التوفيق والنجاح لجميع الممتحنين. وبولاية أضرار التحق أكثر من 9000 مترشح بمراكز الامتحانات لاجتياز شهادة البكالوريا مع توفير بروتوكول صحي صارم وتسخير وسائل طبية ومادية ضمانا لراحة التلاميذ. تقول وهبة مزوش: استعداد وعزم كبير لدى هؤلاء المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا هنا بولاية أضرار. كورونا والضغط النفسي صح عانينا بزاف، ديك شويه كنا متخوفين منها، كنا خايفين من ديك يروطول يديروا الروطار كيشغل يوخروه. اي ساعه ان شاء الله بربي ان شاء الله ان شاء الله يوفق ما فيه الخير ان شاء الله هذا العام ان شاء الله عامنا ان شاء الله. صح في الفصل الدوزيام وفصل الاول ان شاء الله يكون فيها خير ان شاء الله نفرحوا الاهل تاعنا. ما لقلي الحالة صعيبة شوية كورونا وداك الشيء، ما إن شاء الله راح نجوزه في أحسن الظروف، إن شاء الله راح يكون الباك سهل ونفوته إن شاء الله. بروتوكول صحي محكم ووسائل مادية وطبية متوفرة لضمان صحة وراحة المترشحين. ولاية أضرار يعني بها 39 مركز وحوالي 9718 مترشح ومترشحة، أغتنم الفرصة هذه باش نتمنى لبناتنا وأبنائنا إن شاء الله النجاح، والحمد لله يعني نحن جد مطمئنين على احترام البروتوكول الصحي من طرف السادة يعني إطارات على رأسهم السيد مدير التربية بالنيابة، إطارات التربية من مؤطرين وحراس ومعلمين وأساتذة. الحمد لله كاين احترام واللي نشوفه تأطير يعني الحمد لله يبشر بالله بالخير. يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، فنتمنى النجاح لكل المترشحين لنيل شهادة البكالوريا. وبتمن راست تلقت الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية وصحية ملائمة، وهي الإجراءات نفسها التي اعتمدت هذا العام بالمناطق الحدودية على غرار المقاطعة الإدارية عين قزام التي جرت فيها امتحانات البكالوريا لأول مرة. من تمن راست فتح بوره: التحق أزيد من 5445 مترشحا لاجتياز مسابقة البكالوريا عبر 26 مركز امتحان موزعين على مستوى ولاية طنرست وسط إجراءات صحية وتنظيمية وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد من طرف وزارة التربية. عندنا كل أجهزة كانت متوفرة، عندنا 85 جهاز كاشف الحرارة، الأقنية عندنا 50,000 ومازال عندنا كمية أخرى، قارورات الجال عندنا 2000 موجودة ومازال كمية أخرى، البدلات الطبية الواقية عندنا 1200. كل إجراءات اتخذت في هذا الشأن، ما كان أي إشكال. الدولة وفرت مراكز لهذه الامتحانات وبأخص شهادة البكالوريا، ولأول مرة تكون شهادة البكالوريا للمناطق الحدودية بالأخص عين قزام، وأيضا العام الماضي كانت لعين زواتين. كل ما اتخذ في بلدية تمرس اتخذ بحذافره في بلديتي عين قزام وتين زواتين. الظروف الاستثنائية لبكالوريا هذا العام بالنسبة للتلاميذ كانت استثنائية بسبب وباء كورونا، لكنها لم تثني من عزيمة الطلبة في التحضير الجيد لهذا الموعد. التحضير بالنسبة للبكالوريا كان جيد في ظروف جيدة مع الحجر الصحي. جايب بنفسية عالية إن شاء الله، ونتفائلوا خير إن شاء الله مع الإجراءات هذه والحضور الإيجابي إن شاء الله لا بأس. البروتوكول كان جيد ومليح، الوقاية الصحية جيدة. كل الظروف مهيئة هنا بطنرست لمرافقة المترشحين لاجتياز الامتحان وضمان الوقاية والسلامة من وباء كورونا. وبتندوف أعطى كل من والي الولاية مرفوقا بوزير التربية الصحراوي أعطيا إشارة انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا عبر 5 مراكز يمتحن فيها حوالي 1400 طالب، بالإضافة إلى أزيد من 300 طالب من الجمهورية الصحراوية وسط إجراءات وقائية صارمة. وبمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبرواكية بالمدية أشرف المدير العام لإدارة السجون فيصل بوربالة على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا التي عرفت مشاركة أزيد من 4600 نزيل موزعين على 44 مؤسسة عقابية على المستوى الوطني. ليلى محمد محدود: قرابة 12,000 نزيل موزعين على 37 مركزا اجتازوا اليوم الأول من شهادة البكالوريا.
الأجواء راهي جد رائعة، وفروا لنا كاع الإمكانيات والوسائل، وإن شاء الله ربي يوفقنا. هذه راهي أمنية تاعي، وكنت برا نقرا وما تحصلتش عليها، وإن شاء الله خطرة هذه نديروا بها حاجة إن شاء الله. ولأن شهادة البكالوريا تزامنت هذه السنة والظروف الصحية الاستثنائية، إجراءات وقائية تم اتخاذها لتفادي تفشي الوباء. قمنا على مستوى المؤسسة النقابية بتطبيق كل التدابير وكل البروتوكول الصحي الذي تم إقراره من طرف وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التربية الوطنية. وكما شاهدتم معنا على مستوى قاعات الامتحانات أن هذا البروتوكول تم تنفيذه، إذ أن كل المساجين يرتدون كمامات وهناك تباعد بين المساجين، وهذا التطبيق ينم على إرادتنا في المحافظة على صحة السجناء وكذا صحة الأساتذة المؤطرين لهذه الامتحانات. فحظ موفق لجميع نزلاء المترشحين. حظ موفق للجميع. ترأس وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمر بالحمر اليوم ترأس اجتماع عمل في إطار تحضيرات قطاعه المتعلقة بالاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل. وحضر هذا الاجتماع الأسبوعي الذي تلا العديد من اللقاءات المنعقدة منذ الإعلان عن تنظيم الاستفتاء، كل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري محمد لوبر والأمين العام لوزارة الاتصال أحمد بوجيرة ومسؤولي وكالة الأنباء الجزائرية والوكالة الوطنية للإشهار والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والمؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والمركز الدولي للصحافة والمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام، إضافة إلى عدد من إطارات الوزارة. وأكد الوزير في توجيهاته على أهمية هذا الموعد الانتخابي، لا سيما في مرحلة شرح وتبسيط مواد الدستور الجديد والتي خصصت جانبا كبيرا منها للحقوق الأساسية والحريات العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها واستقلالية العدالة والمحكمة الدستورية والشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه واستقلالية السلطة الوطنية للانتخابات. وأشار بالحمر في هذا الشأن إلى غنى الحركة الجمعوية الوطنية التي تتكون في معظمها من شباب متحكمين في التكنولوجيات الرقمية والاتصال والإعلام، وهم من يجب إشراكهم في هذا المسار الانتخابي. وفي هذا الشأن ركز بالحمر على إرادة رئيس الجمهورية في تشجيع دور المجتمع المدني وتعزيز أواصره مع مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الديمقراطية التشاركية خدمة لصالح العام للوطن. كما تم فتح نقاش مع كافة الحاضرين حول التحضيرات لهذا الاستحقاق الانتخابي، وهو ما سمح لكل مسؤول أن يقدم هيكل مؤسسته وأجندة عملها من أجل استجابة أفضل لمقتضيات تغطية مميزة مع تعبئة كل الإمكانيات الأكثر ملائمة ونجاعة. التمست النيابة العامة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد جمال ولد عباس، وعشر سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة ضد سعيد بركات، مع مصادرة كل العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين. ويتابع الوزيران السابقان جمال ولد عباس وسعيد بركات بتهم متعلقة بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون المعمول به. كما التمست النيابة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد رئيس المنظمة الوطنية للطلبة حمزة الشريف، الذي كان يشغل أيضا منصب مدير الدراسات والتلخيص بوزارة التضامن المتابع في القضية نفسها بتهمة تبديد أموال عمومية. وفي القضية ذاتها تم التماس 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني خلدي بوشناق. إلى آخر تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار عرض المستجدات بالمؤشرات والأرقام. 40 حالة جديدة، يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 17 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 21 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، و10 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق.
فيما يخص الوفيات خلال 24 ساعة الأخيرة سجلنا 7 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 88 مريض. فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة عددهم إلى حد اليوم 34037، منهم 162 تماثلوا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عندنا حاليا 29 مريض في العناية المركزة. نختم النشرة بشيء من الإبداع الفني. حميد صباع فنان تشكيلي ونحات مختص في معارض لفئة المكفوفين أنجز لوحات بقواعد اللمس حتى يتمكن المكفوف من قراءة اللوحة. المزيد في هذا الروبورتاج لنصير كحلي. مجموعة من الأعمال الفنية والتجارب التشكيلية أنجزها الكاتب والفنان حميد صباع لفئة المكفوفين. ألفت كتاب حول هذا الأمر بقواعد وترجمته إلى كتابة البراي حتى يتمكن المكفوف من قراءته، وإن شاء الله مستقبلا ممكن أن تعتمد الفكرة وتصبح أكاديمية ويدرسها المكفوف إن شاء الله. يقرأ عن طريق حاسة اللمس بقواعد، مثلا يعرف القواعد الأبعاد، البعد، البعيد جدا والقريب والقريب جدا. لوحات تحمل التشكيل التحسسي والتكوين البارز عبر حاسة اللمس. يعني المكفوفين مارسوا كل جميع المجالات ما عدا الفن التشكيلي الذي هو أصبح حكرا على المبصرين، ومستقبلا إن شاء الله سيكون المكفوف له أيضا الحق في زيارة المعارض وممارسة الفن التشكيلي وعلى وجه الخصوص اللوحة في حد ذاتها. تطبيق تقنية البراي على الفن التشكيلي تساهم في استخراج مكنونات المكفوف للتعبير عن ذاته ودواخله. ختم هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى أوراق اعتماد سفراء دول صديقة لدى الجزائر. أزيد من 637 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا عبر الوطن وسط إجراءات تنظيمية وصحية استثنائية. والوزير الأول يعطي إشارة الانطلاق من عنابة ويؤكد أن الدولة وفرت كل الشروط لإنجاح الامتحانات. الوزير الأول يثمن جهود عمال مركب الحجار بعنابة ويؤكد ضرورة رد الاعتبار للمؤسسات الاقتصادية والإطارات، ويدعو إلى التوجه نحو صناعة السيارات والصناعات التحويلية خلال زيارته إلى المركب. وفي المشهد الثقافي تابعنا الفن التشكيلي وعالم المكفوفين، وجه آخر للإبداع الفني المتميز. نشرتنا تمت مشاهدينا، للمزيد عناويننا تبقى في خدمتكم. السلام عليكم.